إذا بتريد. شف لي هدول التنتين اللي بالصورة كانوا هون شي؟ إيه كانوا هون من شوي. زهرة؟ زهرة؟ ملك! من هون بخير وسلامة وآخذك. شو هذا حق الألغى؟ اهدي شوي لا تخافي أنا رح أجي لعندك. اتفقنا؟ رح أمشي مكان ما مشيتي أنتي ماشي يا روحي؟ أسيل أسيل دخيلكم حدا يساعدنا عمي عزام عمي عزام تعال ساعدنا عمي عزام الآن سملك لا تتحركي وعيك غانم اللي بعتك وهيك احكي لشوف احكي احسن ما طلع لك روحك غانم أغا هو اللي بعتني وعدني إنه رح يتكفل في نوبة عيلتي كمان مفكر غانم إنه رح يقدر يأذيني مرة تانية؟ لك لا أنت
لا غانم آخر رح تقدروا توقفوا بطريقي، فأمانوا لا. ابني زهرة، الله يخليك. كأنه الطريق هون ما في شيء. بجوز يمكن مرقت من عندك وصرت حاول ادعس مكان ما زهرة كانت عم تدعس. انت اوعك تتحركي، خليكي بمكانك ماشي، لانه هلا اذا تحركتي مو بس بينفجر اللغم اللي تحتك، تنفجر كل الالغام الموجوده هون. أغا الخيط الأحمر خلص من عنا. شو بعمل بروحك جيب الكون؟ قولي للمسؤول عنكم. المسؤول عنا بإجازة هلأ. لك روحي واسألي أي حدا. ما قدرت أصبر، شو اللي في أي أخبار؟ لا لسه ما حكوا. بس أهلك بيكونوا وصلوا لهونيك هلأ، قلت لحالي بتكون سمعت شي. شكله ما عمل شي. شو أعمل إذا حكى جمال وقال كل شي لأمي يا بهية؟ طمن ما رح يصير هيك غانم، جنازة جمال رح تطلع من هنيك ورح نرتاح. دخيلك انتبه يا عمي عزت. يا الله تساعده. وأنا كنت مفكر إنهم عم يضحكوا علينا وحاطين هاي اللوحة هيك بس. عزت هلأ وقتك. لقيت واحد تاني. بس شلون صار هيك بابا؟ يعني كيف قدرت تطلع؟ أنا ما قلت لك إنه إمتى ما بدي بقدر طالع أبوك من السجن؟ يونس، أمك واخدك كيفهم تمام؟ لازمكن شي ابني إلي. لا تقلق بابا، نحن مناح وأنا داير بالي عليهم. بدي إياك رجال بغيابي ماشي؟ انت منيحة؟ حاسة اني بلشت دوخ بس منيحة. اصبري ملك، رح نطلع كلنا سوا من هون. يا الله انا كتير خايفة. خليكي قوية ولا تخافي،
ليش تأخر كل هالقد جوا؟ هلا بيجي، طولوا بالكم شوي بس. جمال، ليكي ملك، أنا رح طالع زهرة هلا، بعدين رح أرجع وطالعك إليك، ماشي؟ لا، اطلع أنت هلا وخذ زهرة معك، ولا ترجعوا لهون. لا، لا تتحركي، أنا راجع. ماشي؟ يلا زهرة. لا تخاف، يلا. يونس، أمك وأختك بأمانتك هلأ، دير بالك عليهم، ما بدي نشغل بالي. لا تقلق بابا، أمي وأختي بعيوني، أنت لا تأكل هم أبدا. هيك بدي إياك، الله يقويك. دايلي إذا رح تقبل عرضي إلك وبتنضم هلأ لجماعتي، بأكد لك إنه أبوك رح ينام ببيته من اليوم. القرار إلك. كتير خفنا لما لقيناك تأخرت. كتير. أنا هون، ما في داعي للقلق، بس في شي مهم كان لازم أحكي معكم. إيدك شو صاير لجمال؟ لأنه هلا جمال كيرمان، تفضل بدك تجي معي. أمي، في موضوع ضروري كان لازم إنه تعرفوه. شو فيه؟ ليش عم تاخذوه لابني؟ شو عامل؟ متخانق هو وسجينه وضربه. لا، مو معقول هذا الشيء. أمي، هو مدبر كل شيء يا أمي. غانم السبب بكل هذا، صدقيني أمي، غانم ورا هالشيء كله. غانم السبب يا أمي، ديروا بالكم منه. أنا راجع ملك، وبعدين إذا جاهزة قومي. يلا بنتي خلينا نروح. لك بعدي عني، أنا ما بدي روح معك، تركيني، روحي من هون. زهرة، تركيها، خلص بلاش نانك هلأ، أنا مالي ناقصك كمان، تركي البنت. شو بدك تاخديها إجباري؟ عم تقلك ما بدها تروح. لو ما عم تلعبوا بعقلة كانت إجت. هاي بنتي ورح أخذها. تركيني. يلا خلينا نروح. عم قلك تركيني، أنا ما بدي روح معك، روحي. يلا وصلت الشرطة. يلا زهرة، نحن لازم نبعد من هون بسرعة. عم قلك اتركيني، الله يخليكي. أنا رح أرجع وأخذك.
يلا نحن رح نروح. ما رح تودع على بنتك يعني؟ فؤاد ابني روح احكي مع ابوك بلكي بيروق شوي، وضعه ما عجبني بالمره. يلا عزت اغا انت لا تعمل شيء، خبرنا الضابط وهلا بيجي. ما راح تقدر تتحمل لحتى يجي. يا اغا الشغله مو بهالسهوله، انتبه. يا الله دخيلك ساعده، اذا بيصير له شيء ما راح سامح حالي. ملاك أنا رح أحط الحجر، رح أحطه على طرف اللغمة، فهمتيني؟ وبعدين شوي شوي رح أحاول أدفشها لحتى تصير فوق اللغم بالضبط. شو عم تقول؟ مستحيل، هذا الشيء خطير علي وعليك. بس أنت ما رح تقدري تتحملي أكتر، وما بقدر خاطر فيك بنو، وأنا ما بقدر أتركك كمان. ملك كوني قوية ولا تخافي. جاهزة هلا؟ ايه جاهزة. أنا جاهزة أمي. معناها خلينا نروح من هون بسرعة. علي يا روحي، قلت له ليجي ياخدك. الله يخليلي إياكي يا رب. الله يحمي لي إياكي. يلا ابني خذها وروح. يلا 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 سونا، يلا دعينا. الله معكم. ركزي، أنا هلا رح أدفش الحجر شوي شوي ورح عد لثلاثة، ماشي؟ وبس أقول ثلاثة أنت بنفس اللحظة بدك تحاولي تشيلي رجلك عن اللغم. ملاك اهدي شوي. واحد، اثنين. لا عزت دخيلك، ما رح أقدر. خاف، لا ما بقدر.
سامي بيك، وضع زوجتك أحسن بكتير اليوم. الحمد لله وشكراً لكم. فيني هلا أدخل لعند الدكتور؟ خلينا نأجلها، لأنه وضعها ما استقر ولسه في خطورة على حياتها، وأنا ما بدي زوجتك تتعرض هلا لأي موقف يوترها، وضعها حساس شوي. شكراً لك كثير دكتور، عزبناك يسلموا. الحمد لله على سلامتك. أوه يا الله شو خفت تروحي وتتركيني لحالي، بس الحمد لله، الحمد لله اللي رجعك إلنا وما حرمنا منك. يا رب. إذا قدرنا ننفذ من هون بدنا نتجوز. تقبلي تتزوجيني؟ وإذا تزوجنا رح نضل كل عمرنا سوا. وإذا ما قدرنا ننفذ كمان منكون متنا سوا. حاولي يلا. رح نحاول. ماشي. وأنا متأكد إنه رح ننجح. إن شاء الله. وبعدها رح نتزوج. راح عد لثلاثة. واحد. اثنين. ثلاثة. موافقة تتزوجيني؟ زهرة قولي مبروك رح نتزوج.